هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الإيراني حسن روحاني بمواجهة عواقب وخيمة إذا استمر التهديد الإيراني للولايات المتحدة. وحذر ترامب في تغريدة له في تويتر إيران من استخدام الكلمات الإيرانية المختلة بشأن العنف والموت، مؤكدا عدم تهاون الولايات المتحدة مع أي تهديد إيراني. وشدد ترامب على أن إيران ستواجه عواقب لم يواجهها سوى قلة عبر التاريخ، وأن الولايات المتحدة لن تقبل بهذا التهديد مجدداً.